رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم لقب النسخة 24 من دورة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية لهذه البطولة. وقال سموه: نعتز ونفتخر بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتتويجه بلقب دورة كأس الخليج في نسختها 24، والذي يعد ثمرة من ثمار الدعم اللامحدود التي تحظى به الرياضة البحرينية من لدن سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أسهم في إحراز المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية نتائج مشرفة في المشاركات الإقليمية والقارية والدولية، والذي عزز من مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية. وتابع سموه: إنما تحقق من نتيجة مشرفة هو نتاج حي لما رسمه أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من رؤية للنهوض بالكرة البحرينية ليبدأ معها تحقيق أول بطولة كروية في العصر الذهبي عبر تتويج المنتخب الوطني بلقب النسخة 9 من بطولة غرب آسيا التي أقيمت أغسطس الماضي بالعراق، ويتواصل هذا التألق بتحقيق المنتخب حلما طال انتظاره بمعانقة الكأس الخليجية الغالية في النسخة 24. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالمستوى الفني المميز الذي قدمه المنتخب الوطني طيلة مباريات هذه البطولة، والذي نجح من خلاله من بلوغ المباراة النهائية وحصد هذا اللقب الخليجي، مؤكدا سموه أن لاعب المنتخب الوطني صنعوا مجدا جديدا بعد أن حفروا اسم المملكة بأحرف من ذهب في النسخة 24 ليتوجوا أبطالا وبجدارة واستحقاق لدورة كأس الخليج، ويدخلوا بذلك التاريخ من أوسع أبوابه في هذه البطولة العريقة، مثمنا سموه الدور الكبير الذي لعبه الجهازان الفني والإداري للمنتخب في إعداد وتحضير اللاعبين بالصورة المطلوبة لخوض غمار منافسات هذه البطولة وتحقيق هذه النتيجة المتميزة. وهنأ سموه رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجميع أعضاء ومنتسب الاتحاد، مقدرا سموه جهود الاتحاد في تهيئة الأجواء المناسبة في إعداد المنتخبات الوطنية للظهور بالصورة المشرفة في مختلف المشاركات والمنافسة على إحراز مثل هذه النتائج المميزة التي تضاف لسجل إنجازات الرياضة البحرينية.